من الدفاع، دفاع فريق الفتح الرباطي لإبعاد الكرة لفائدة فريق الوداد في تنفيذ عبد الرحمن المساسي. عبد الرحمن المساسي سينفذ رمية شرط طويلة في اتجاه اللاعب لسمويتيس. لسمويتيس ضربة رأسية وتدخل كرة للتعادل. هدف جميل للاعب فابريزو انضم. إذن هدف التعادل، الأوقات القاتلة من المباراة تحمل هدفين جميلين والمباراة متواصلة والإثارة متواصلة هنا بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. بوخريس يسجل في مرمى المياغري واللاعب فابريزو انضم يتمكن من اختراق دفاع فريق الفتح الرباطي لتسجيل هدف التعادل. جميلة جميلة محاولة اللاعب ليس موتيس الذي بحث الكرة في مناسبتين ومررت مريرة جميلة نحو اللاعب أونداما وهدف يعيد حسابات المباراة مرة أخرى. قلت ما دام الحكم لم يعلن نهاية المباراة كل شيء ما زال ممكن، وهذه هي حلاوة كرة القدم وهذه حلاوة الرياضة عموما. إذن جماهير الوداد أيضا